أهلا بكم. نشرت صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية المختصة بالشؤون الاقتصادية تقريرا عن خفض واردات العراق غير النفطية من طهران، وأشار التقرير إلى أن الصادرات الإيرانية للعراق غير النفطية انخفضت بنسبة 46% مسجلة نحو 389 مليون دولار خلال الفترة من 21 من آذار إلى 20 من نيسان، مقارنة ب 722 مليون دولار قبل شهر. وأوضحت الصحيفة الإيرانية أن السلطات العراقية فرضت مؤخرا حزمة قيود أمام عدد من البضائع الإيرانية من المنافذ الحدودية بين البلدين. وقع العراق عقدا لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في محافظة ميسان مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بمبلغ تجاوز مليار دولار أمريكي. ووقع العقد بين شركة بتروتشاينا باعتبارها المقاول الرئيس لتطوير حقل حلفي النفطي، والشركة الصينية التي ستقوم باستثمار الغاز المصاحب لصالح شركة نفط ميسان، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 30 شهرا، فيما تبلغ قيمته مليار وسبعة مليون دولار أمريكي، وسوف ينتج نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز. قالت وزارة النفط إنها تنوي رفع إنتاج حقول كركوك من 400 ألف إلى مليون برميل يوميا من الخام. وأضافت الوزارة أنها تصدر حاليا عبر ميناء جيهان التركي نحو 90 ألف برميل من النفط المنتج من حقول كركوك، والمتبقي يذهب للاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أنها تمتلك قدرات للنهوض بطاقة هذه الحقول إلى مستويات أعلى وبزيادة لا تقل عن 50%، والوصول بها إلى مليون برميل يوميا بزيادة عن مستواها الحالي. أعلنت وزارة الزراعة منعها استيراد محصول الطماطم لوفرة الإنتاج المحلي. وقالت الوزارة إن قرار منع الاستيراد بدأ سريانه اعتبارا من 9 من أيار الحالي. وأضافت الوزارة أنها منحت مهلة 10 أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة، والذين قاموا بإدخال جزء من الإرساليات المستوردة، وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها. قالت مديرية شرطة نفط الجنوب إنها ضبطت خرقا في أنبوب للنفط الخام في محافظة البصرة. وأضافت المديرية أن الخرق أحدث في الأنبوب رقم 48 عقدة نفط خام الممتد من المحطة BS1 إلى الفاو. يذكر أن هذا النشاط هو امتداد لعدة خروقات تم ضبطها في محافظة البصرة وبقية المحافظات في الفترة الأخيرة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.